شوط سلبي ينتهي بالتعادل بدون اهداف بين الاهلي والهلال السوداني في شوط اول فقير فنيا. نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي نجومنا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، رايك في احداث الشوط الاول؟ زي ما قلنا كده ان فرقه السودان هتحاول بكل ما تملك يعني، بس هياخدوا الكره ويدوها لك في الاخر يعني. ما عندهمش امكانيات ان هم يقدروا يعملوا اي شكل حاله هجوم عليك، خاصه في الربع الاخير من ملعب النادي الاهلي. المشكله عندك انت، طب هم ما عندهمش الامكانيات ولا الشكل ان هم يكملوا هجمه. المشكله عندك انت، انت اللي عندك استحواذ وعندك الفرديات وعندك كل حاجه وبتشتغل كويس قوي لغايه ال 18 بتعمل باص وبتحاول ما تفقدش الكوره كتير، ولكن بنعمل نفس الشكل يا ايمن. بناخد الكوره ونسلمها لهم برده هناك. لو حتى عايزين نعمل كوره عرضيه ما بلاقيش حد بشكل. كوره واحده اتلعبت في الهاف تايم الاولاني حطها عبد القادر في ايد الجول، دي الوحيده اللي حصل فيها اختراق من عبد القادر جوه المنطقه دي، اللي هو بالادهى محمد شريف اللي هو واقف على طول اوف سايد طول ال 45 دقيقه ما بيبصش وبياخد الخطوتين ويجري. ما ينفعش، لازم يبقى فيه ميكانيزم بينه وبين قفشه او بينه ونص الملعب اللي عايز يوديك على المرمى. لازم في تركيز، لازم يبقى فيه ابقى حاسس بالمكان اللي انا بلعب فيه في نفس الوقت. نفس الشكل البرستاو، برستاو ما عندوش شكل بناء هجمه لما بيستلم الكوره حتى يطلع كريم فؤاد. كريم فؤاد يمكن عنده الحماس النهارده انه عايز يلعب، بس ما فيش كوره سليمه حتى نص الملعب لما بيبعت اي حاجه لبرستاو جوه. لو اخترق او اي حد اخترق بتبقى باص جامده جدا متبقاش. بس انت فاقد برضو عنصر التفاهم ما بين كريم فؤاد وبرستاو. اكيد طبعا كريم يعني فؤاد اول مباراه دي. اول مباراه يلعبها في نفس الوقت، بس انت العامل الاساسي ليك والشكل الهجومي ليك اللي انا قلت لك ان معلول هيبقى موجود في نص الملعب وقريب من ناحيه الوينج ليفت، والاساس على بناء الهجمه تبقى علي معلول وكريم يضم عشان الكره الثانيه لو ردت من ناحيه العكسيه يبقى كريم موجود وتقدر على طول في مباغته في مباغته في مباغته بنفس هذا الشكل اللي انت شايفه دلوقتي. انت مفتقد لازم نستغل مفتقد العمق اللي انتوا اتكلمتوا عنه ان احنا نستغله ونجيب منه جوال. لو التمريره صح بس واحده ومحمد شريف واقف صح هتجيب جول. المحاوله اللي فكر فيها احمد عبد القادر وكانت ضربه جزاء يعني، لو كره لو كره ما رجعتش لورا ركله جزاء كره لو ما رجعتش لورا وفضلت معاه كان الراجل هيدي ضربه جزاء، بس هو ما حافظش عليها حتى يعني ما حجزش التحجيزه اللي هي تديك ضربه جزاء. بس هو حتى كابتن لو خد الكره تاني او لو حجز، بس هي بينالتي لانه دايس على ملهاش علاقه، هي بينالتي الراجل داس على وش رجله وزقه ووقعه، بس الكره كان المفروض ما ياخدهاش الراجل، كانت تبقى مع احمد عبد القادر. فانت لازم تكثف الشكل اللي العمق اللي فيه الهجوم ده ونركز شويه في باص واحده بس تنهي الحكايه. اللقطه اهي لا واضحه جدا طبعا طبعا دايس بينالتي ملهاش حل، بس هو سابه يستحوذ على الكوره وفكر في الوقوع. هم هو دايس عليك بس لو الكوره انت خدتها معاك كملت بيها بينالتي. بس ما يقدرش يا كابتن، لان بص جايب رجليه يعني جايب رجل الشمال الكامله. ده مش من هنا بس، ده برجله الشمال اللي خد بيها الكوره دي داس على رجله قبلها كمان. يعني في دبل فولك يعني. احد عيوب عدم وجود الفار. لا مش مهم بقى الفار دلوقتي، غير انك انت احد العيوب انك انت تركز في الشكل الهجومي على خط ال 18 ده. تركيز واحد بس ما يبقاش فيه اجري سبرنت وخلاص اوفسايد مش اوفسايد. تركيز على الاجناب، هم سايبين لك الاجناب وسايبين لك الاطراف تعمل زي ما انت عايز. والهدوء شويه في انهاء الهجمه يعني. يبقى في هجمه بس نعرف واحده بس هتجيب الجول الاولاني والثاني والثالث. صحيح. طيب كابتن علاء، ايه الخلل اللي موجود في نص الملعب؟ الخلل بدايتك كانت وحشه قوي اللي احنا حذرنا منه. طب ايه سبب التمريرات المقطوعه الكتير؟ ما انا بقول لك، بس البدايه الاول بتاعتك كانت وحشه قوي ونص الملعب اتاخد منك. كنا بنتكلم هنا، بقول لك ايمن عشان تبقى انت المستحوذ وانت شكلك كويس قوي لازم بتسلم وتستلم صح. انت معظم تمريراتك غلط مقطوعه. الكوره كره القدم ما فيهاش فتوى كتير، هم حالتين، معايا الكوره ومعيش الكوره. بس معايا الكوره ازاي احافظ على الكوره وازاي التمرير يبقى صح على اساس ابدا اروح للمساحات اللي انا بيبقى فيها الخطوره اللي بيجي معايا كابتن شريف بمعنى اصح اللي هي الاطراف. ما انا اروح اطراف ازاي مع ان التمريره الثانيه بتتقطع، التمريره الثانيه بتتقطع، خصوصا المشكله عندك ايمن الكوره بتتقطع في التلت الهجوم الاخير اللي هو انت محتاج دقه وتوقيت صح لازم في الوقت ده. الى جانب ان انا شايف ان في بعض التحركات الى حد كبير كده بينك قوسين عشوائيه شويه برضه التلت الاخير يعني.
انت ما عندكش مشكله في النص ملعبك، يعني نص ملعبك وفي الدفاع ما فيش مشكله، لكن انت دايما انا قلت لك هتلاقي مساحات وهتلاقي وقت وكل حاجه، بس هي دايما مشكلتك التمريره في التمريره الاخيره في الثلث الاخير. يعني بص المنظر ده يا ايمن، بص كم واحد من الهلال زحمه وعدد كعدد دفاعي ممتاز، لكن تمركز وحش قوي. يعني بص يعني زحمه كان، بص كم واحد ازرق، بس انت عندك كل لعيب ممكن يستلم براحته قوي، وعندك علي معلول على الجنب الشمال فاضي خالص برضه ما بيستغلش الحاجات دي، الى جانب ان التفاهم كنا بنتكلم، كان عادل بيتكلم على جبهه بتاعت احمد عبد القادر وعلي معلول هي الوحيده اللي شغاله. طب فين الجبهه الثانيه؟ مش موجود. ما ينفعش يعني جبهه شغاله وجبهه ثانيه بتستعد عشان الكره ما تيجي، بقى في شغل بين بيرسي تاو وكريم فؤاد. الجبهه دي عطلانه تماما. بيرسي تاو كم تمريرات مقطوعه، ما ينفعش، ما انت كل ما بتوصل للثلث الاخير تمريره مقطوعه وانت مش مضغوط في كره القدم غلط. لازم التمريره دي تبقى احاول تمرير صح وابدا ادور على الهدف الاول بسرعه. انا قلت لك ايمن طول ما الوقت بيعدي حتى لو فريق الهلال مش خطر، لكن هو يقول لك يمكن صح. دي لازم هدف عشان الكلمه دي تتمسح خالص. صح. طيب كابتن عادل، لو الماتش الشوط الثاني فضل كده والاتجاه راح للتعادل، في خطوره على النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. يعني انا قلت لك السيناريو بتاع الهلال من اول المباراه ان هو يتمنى، اي مدرب كده بيلعب خارج ملعبه يتمنى انه يروح بالفرقه لاخر خطوات اللي هي خطوات الريسك، اللي هي ال 30 دقيقه الاخيره اللي هو يعمل فيها ريسك جامد الهلال، اللي هو يهاجمك عشان يخطف هدف عشان قدر الله يخرجك، فانت لازم تخلص الموضوع ده من البدري يعني. وبعدين لازم تعمل توازن، هو لما هيضغطك جامد هيبقى فيه يعني ثغرات عنده في الحته الدفاعيه، فانت الهجمه المرتده انت يبقى دلوقتي نازل عارف ان الهلال هيقعد خمس دقائق 10 دقائق او ممكن ينزل يضغطك من البدايه، ولكن ما بعد هذا انت بقيت في خطوره، اخر نص ساعه انت في خطوره لانه يعمل ريسك جامد. علشان تخلص الامر لازم تجيب هدف وهدف مبكر. لو جبت الهدف المبكر هيبقى عندك حاجتين هم يتعادلوا معاك او الاول يتعادلوا وبعدين يكسبوا. يبقى انت فخلينا نبقى حتى لما هيغيروا البلان بي بتاعهم اول ما يدخل فيهم هدف هيفتحوا خالص، ممكن تكسب 2 و3. طيب كابتن بلال، محتاجين تطوير شق الهجوم، بس نطور ازاي الشوط الثاني؟ هل عن طريق تغييرات؟ لا، عن طريق التفاهم الاول يا كابتن. يعني في واضح ان ما فيش تفاهم ما بين اللعيبه وبين بعضها. واضح ان الرؤيه مش موجوده في في في, في النص الامامي، واضح ان في تسرع كمان في انهاء الهجمه. يعني احنا في بعض الاوقات بنلعب كره جيده، في بعض الاوقات بنستغل المهارات بتاعه لعيبتنا، لكن لازم يبقى في تفاهم شويه اكتر من كده. لازم يبقى انت بتنهي الهجمه يبقى عندك دقه في انهاء الهجمه. التحركات لازم اللعيبه كمان تركز قوي في التحركات بتاعتها وتاخد بالها من زمايلها اللعيبه في الملعب. النهارده ما شفناش دبل باس ما بين شريف وما بين مجدي قفشه، ما بين مثلا شريف وما بين بيرسيتاو. الحاجات الاوفرلاب اللي بتتعمل ما بين الباك والوينج بتاعه مش موجوده النهارده، ما شفناش ملعب كتير النهارده. النهارده احنا متسرعين قوي، عايزين نمسك الكوره ونقلب بسرعه ونتحرك ونوصل للشق الهجومي بسرعه. لا، احنا مش محتاجين نعمل كده. احنا بالعكس، احنا عندنا ادفانتج، احنا ممكن نتيجه التعادل تبقى لصالح النادي الاهلي. بالعكس، احنا بندور على هدف عشان يعزز موقف النادي الاهلي، فبالتالي لازم يكون في هدوء شويه في الملعب. محتاجين نهدى شويه، محتاجين نتقل على الكوره، محتاجين واحنا بنخلص الهجمه يبقى فيه هدوء اكتر من كده. لان احنا نبص النهارده الشوط الاول ولا كروس من ناحيه اليمين ولا كروس من ناحيه الشمال. لا، ده مش طبيعه النادي الاهلي. طبيعه النادي الاهلي انك بتعمل 3-4 كروسات ناحيه اليمين، 6-7 من علي معلوم ناحيه الشمال. حتى لو من بعيد مش لازم توصل لنهايه الخط. لازم الشغل ده موجود. النهارده فين الشوط؟ ما شفناش عمرو السليبي يشوط، علي دياج ما بيشوطش، مجدي قفشه ما شوطش ولا كوره، بيرسيتاو، محمد شريف. يعني فين يا جماعه الحلول الثانيه؟ نفترض ان الهلال مقفل كويس، ماشي، هنفترض. طب في حلول ثانيه مختلفه غير الحل اللي هو الثرو باس. مش لازم كل كوره عايزين نروح في العمق. اتقفل العمق يبقى بندور على الاطراف، اتقفلت الاطراف بندور على الكرات العرضيه، اتقفلت بندور على الشوط التصويب. دي برده من حلول الجيم. لازم يبقى في شويه هدوء عشان نعرف نفكر داخل الملعب. باذن الله ده يحصل الشوط الثاني. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتحقيق الفوز والوصول لدور الثمانيه. طبعا زي ما قالوا الكباتن، احنا طول عمرنا حتى لو عندنا فرصتين بنبحث عن الفرصه الواحده اللي هي الفوز. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.